شوف، من تقريبا من سنتين او حاجه انا كنت قلت للزميل العزيز شادي عيسى، ما تسال اخوك الاستاذ ابراهيم عيسى لما سال الكابتن حسن شحاته على المظلوميه. كابتن حسن شحاته الرمز الزملكاوي الكبير والنجم الاشهر في تاريخ كره الزمالك كان رايه ايه؟ فالحقيقه يبدو انه شادي سمع الكابتن حسن شحاته وقرا الاحداث وقرا فزاع كويس، حتى سمع الحوار بتاع فزاع، لا ابراهيم نفسه الاستاذ ابراهيم كان متفقا. هو احنا ليه تملي نروح لكده؟ والحقيقه ان احنا بنروح يعني كان معترفا ب صحيح بـ يعني مش كابتن حسن لوحده. شادي انزعج من فزاع فقال ايه؟ نسمعه. انا عاوز جمهور الزمالك يخرج من راسه صيغه المؤامره، صيغه المؤامره. من يهدي الفوز بالدوري والفوز بالمباريات ليس دولة أو حكام زي ما كثير من جمهور الزمالك بيقول، لا دي لعيبة نادي الزمالك هي من تهدي الفوز والبطولات للنادي الأهلي، من تساعد النادي على مدار التاريخ، مش النهارده ولا امبارح، على مدار السنوات هي اللي ما بتلعبش بحماس. ليه؟ لأنه جمهور الزمالك مصدر لهم المؤامرة، قايل لهم الحق ده في مؤامرة، الحق ده في مش عارف ايه، الحق ده احنا واحنا واحنا، انتوا احسن ناس، لكن الظروف لا. خطأ كبير يرتكبه جمهور الزمالك بالإصرار على صيغة المؤامرة. يتسم الجمهور بالإصرار على صيغة الجمهور، ملوش دعوة، الجمهور اللي بياخد اللي انتوا بتقولوه له، والإلحاح من هذه النماذج على هذا الكلام، ما هو في قطاع منه بيرتاح بهذه التفسيرات. زي ما قلت لك، لما انت ابنك تدي له المبرر بيرتاح، خلاص مش هيذاكر، وهيرمي كل حاجه على الظروف وعلى الاخرين. اللي انت بتقوله وقاله الاستاذ ابراهيم، وقاله الكابتن حسن شحاته، وقاله ناس كتير حقيقه من عقلاء الاعلام والرياضيين اللي بيشوفوا ان احسن طريقه لعلاج اي مشكله الاعتراف بيها. هو اللي بينكر مرضه بيعالجه ولا بياخد مسكن عشان ما يحسش بيه؟ ده انكار للمرض. لكن اول طريقه لعلاج اي مرض او اي سلبيه او طريقه لعلاج اي فشل الاعتراف بالمشكله عشان تحط لها الحلول وتسعى فيها. لكن انا بقول لك كتر خير الناس اللي معيشانا في هذه الدايرة. ليه مش معيشانا احنا؟ معيشنا قطاع معين هينبسط منهم النهارده، وبكره لما يشوف الاذى الذي لحق بهم هيحاسبهم. لان في الاخر عايز تنجح ولا عايز تتحجج؟ هو ده مربط الفرس. كان ممكن يكون راينا ما تسيب الناس دي ماشيه في طريق فزاع. زي ما المهندس عدلي قال التفسير المهم من بدري، ان طالما النهج او الفكر الفزاعي ده عايش والناس دي بتفكر بالطريقه دي، يبقى المفترض ان انت في امان والفوارق هتزيد، لانه في حد بيواجه وفي حد بيعالج وفي حد بيحتوي مشاكله ويواجه اموره بوضوح، وفي حد تاني عمال يتهمك ان انت اللي خرمت الاوزون وانت اللي عطلت طياره بايرن ميونخ وانت اللي سحبت الارض وانت اللي هربت كارتيرون وانت اللي لعبت في دماغ سياسي وانت اللي مشيت كارتيرون وانت اللي جبت كارتيرون وانت اللي هربت باتشيكو ومش عارف هيجي امتى. بس هي بالمناسبه، هل كان من الصح ان احنا نسيب الامر الفزاعي ده شغال والنهج الفزاعي ده بيتنامى ويكون الاهلي هو الكسبان؟ دي ربما تكون النظره الضيقه شويه حتى وان بدت خبيثه، لكن حقيقه الامر ما هو ده هدفه المباشر، تشويه النادي الاهلي وقيمته. لانك لما تيجي تقول الزمالك بيتعرض لمؤامره فانت بتتهم الاهلي بوضوح انه بيتآمر. لما تيجي تقول اصل النادي المنافس وكانه الراجل بيستنكف انه يذكر اسم الاهلي، اصل النادي المنافس مش هيسيبنا في حالنا. طب عايز الاثنين الاصحاب الاهلاوي وزملكاوي ده يتعاملوا مع بعض ازاي وانت بتقول لهم كده؟ عايز السلام الاجتماعي في الشارع ده يبقى ازاي؟ انا بصراحه استوقفني مره الكابتن خالد الغندور وهو شفت له فيديو بيلوم على انه
النادي الاهلي لما قال وجه الجواب او وجه التهنئه ذكر اسم الكابتن حسين لبيب مجردا من كلمه الكابتن، وقال ان الكلام قال برئاسه الكابتن محمود الخطيب وما ذكرش الكابتن حسين لبيب. ده لو صياغه رسميه معاك حق، بس خد بالك حاجه، كابتن حسين لبيب وكل الساده اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك محل تقدير واحترام جدا، سواء من مجلس اداره النادي الاهلي او حتى من اعلام النادي الاهلي، فده مش تقليلا من الكابتن حسين لبيب. لكن لو عايز بقى الطرف، العلم العلم لا يلاقي، لا، والزمالك راح ردد بالتهنئه ما قالش الكابتن الخطيب، يعني ما قالش الكابتن. خلينا نقول ان العلاقات اكبر بكتير من الشكليات، لكن لو هنتكلم على شكليات بجد بقى، ودي مش شكليات، لما تتحط يفط كبيره انت عايز تقول ان انت احسن نادي على وجه على سطح الارض، قول انت اللي ما فيش زيك، قول انت نادي القرن ال 27، حقك. لكن لما تسمح لنفسك تحط يفط حوالين النادي في تلميح وتلقيح واساءه مباشره للنادي الاهلي وتتهم بطولاته ان هي جايه معرفش بالرشاوي والمجاملات والمحسوبيات، ويطلع ساعتها الدكتور مدحت العدل يقول لك اه مرتضى منصور هو اللي عاملها واحنا اللي قلنا له وتقريبا هو اللي صاغها له. هل في اساءه اكتر من كده؟ تتهم تاريخ نادي كبير بالاتهامات ديت على يفط انت بتفرجها للناس وبتفرجها للاعضاء وبتفرجها للمره، انك بتتهم وتروح لوزاره التموين وعايز تاخد العلامه التجاريه من وزاره التموين، الضحك اللي انتوا تابعتوه. دافع عن حقك، قلنا لك ساعتها روح المحكمه، روح لاي جهه اطلب باللي، بس تسمح لنفسك او المجلس الحالي واللجنه المحترمه اللي قبله يفضلوا سايبين يفط عليها هذا الاتهام السيء جدا والمسيء جدا للنادي الاهلي وقيمه بطولاته بالشكل ده. هي دي بقى هو ده الكلام، مش ان انا نسيت اكتب الكابتن، لا، الكابتن حسين يعني انا لو جيت له كل التقدير، لو جيت انا بقى ايه تعليقا على نادي الوطنيه والكرامه اللي هو كان برضو تلقيح عن النادي الاهلي، ها، وقلت انا نادي الوطنيه مش بالادعاء ولا مش عارف ايه، ورحت حاطط يافطه بهذا الكلام، هذه زي ما انت بتقول في اساءه، لكن المشكله ان يقبل هذا الكلام حتى من الراي العام. يا استاذ ابراهيم انا مندهش، هذا الكلام، انت عارف شويه اليوفط الشخصيه اللي مش عارف ايه وصوره رئيس نادي وحاططها، هي دي مش فلوس، هي اليوفط دي مش ليها قيمه ماديه. بص هو حر فيها، لكن انا ضد ان هو يكتب يافطه يسيء لنادي ويلقح. يا سيدي انا ما بناقش الحريه، انا بناقش الناس اللي هي حريصه على حقوق النادي بقى، بدل ما تروح تتكلم على اعلان على منتج، ها، انت نفسك حقوقك ما بتجريش وراك، استغل مواردك انت. الله، دي عشرات الملايين. صحيح، الاعلانات دي عشرات الملايين حوالين النادي، انت حر طبعا تهدرها تهديها لحد، تسمح لحد، لكن لا نناقش هذا الامر، بس بلاش تلقيح كلام، لان لو ترد عليك بنفس الطريقه، على فكره الراي العام لن يتحرك الا اذا رد الاهلي بمثل هذا الاسلوب وحط اعلانات موازيه. ولا يمكن الاهلي، والاهلي يعني ما هو، شوف هو ده المشكله، لما تيجي تتعامل مع النادي الاهلي زي الاستاذ حامد يقول لك ما تردش على الكلام ده، بتخلي غيرك يتمادى. لو الاهلي عشان هو ما بيردش الناس سايبه الموضوع كده، لكن اول ما هيرد الاهلي يقول لك كفايه تهاتر، ما تردوش على بعض. ايوه الله، طب نعمل ايه؟ نسمع الكابتن حسن شحاته والاستاذ ابراهيم عيسى كان ساله في فيديو عرضناه مرارا وتكرارا، بس بمناسبه شادي وبمناسبه فزاع نسمعه. ليه الزمالك طول الوقت شعر بالاضطهاد؟ طول الوقت تشوف الزملكاوي بيقول اتحاد الكوره ضدنا، الحكام بيجاملوا الاهلي، مش ما اقدرش اقول لك استاذ ابراهيم حاجه زي كده، لان ديت عمليه بتبقى عمليه، يعني عارف ازاي، انت بتحاول تحسس نفسك انك دايما مظلوم. هو دايما الزمالك كده، تحاول تحسس عيان بالاحساس بالاضطهاد. طيب خلاص، ده مش كان ايامكم يا كابتن حسن، ده اتولد ايامكم. يعني احنا دايما مصدرين مشاكلنا للجماهير كلها، مش جماهير الزمالك بس. طيب ايه علاقه المشاكل دي يا كابتن حسن بان احنا نقول ده الكره مش اوف سايت وحسبها اوف سايت وضيعوا علينا؟ ده كلام كوره وكلام بقى ناس قاعده عشان تقول والله ضيعوا علينا دي وما ضيعوش علينا. ليه الزمالك اللي طول الوقت عنده هذه العقده؟ بسال حضرتك. ما هي عقده الظلم، ما انا بقول لك عقده الظلم، انا عاوز دايما ابقى في ام الظلم.
عشان يبقى مبرراتي او المبررات اللي انا اصدرها مبررات كتير، ان انا التاني او الناس ممكن عاوزه تبرر لي فيبقى ده الزمالك ده مظلوم، ده شفت الحكم الفلاني الفلاني عمل له كذا وكذا، ده حسب للنادي الاهلي وما يقدرش يحسب للنادي الزمالك. احنا اللي بنصدر الحاجات دي، دي اوهام النهارده لو هفضل طول الوقت بقولها تبقى اوهام. انا من ضيع في الاوهام عمره. حلوه. عبد الوهاب حلوه. فزع اثر عليك. لا بص، دول بيلعبوا لصالحهم صدقني. بس هو مين اللي طلع كسبان من الليله دي؟ ما هو كلام بيضحك وما كلش مع حد، لكن مين اللي طلع ترند ومين اللي عمال يلف ومين اللي كسب دلوقتي واسمه تردد والمنتج هيبعت له، يعني مين اللي قال عليه فزاع ونبه الناس ان هو الراجل ده اللي عمل الدور فزاع؟ هو كسب الحقيقه، كسب، مش عايز امنخشه، بس مكسب مؤقت لان برضه مش مبني الا على وهم، وهذا الوهم تصدى ليه الكابتن احمد حسام ميدو وقال بدايه الاصلاح جوه نادي الزمالك غير التطهير وغير ان انت يبقى عندك بلان ودراسه واستراتيجيه وكل الكلام ده كله، ان لازم الناس جوه نادي الزمالك، وده قلته وفي ناس زعلت مني لكن انا فعلا مؤمن بكده وهفضل اقول كده لغايه ما باذن الله هيجي يوم لغايه ما باذن الله هيجي يوم ان انا هغير ده بايدي. ان لازم الناس اللي جوه نادي الزمالك واللي بتعبر عن نادي الزمالك في الاعلام ان هم يبطلوا نغمه ان الزمالك مظلوم. انا نفسي ان الناس اللي جوه نادي الزمالك والناس اللي بتعبر عن الزمالك في المنافذ الاعلاميه الرسميه وغير الرسميه لنادي الزمالك ان هي تبطل ان هي تشتغل على النغمه دي. ليه؟ لان دي اسهل نغمه، دي اسهل نغمه، دي نمره واحد. نمره اتنين، طول ما انت بتفكر بنفكر بالشكل ده، خلينا نقول انا كراجل زملكاوي احنا عمرنا ما هناخد خطوه لقدام. صح. احنا لازم كنادي الزمالك نفكر ايه المشاكل الحقيقيه اللي عندنا. صح. احنا عندنا مشاكل واضحه نحلها. طيب. واحنا بنكسب ممكن بعد فتره تبتدي تقول الزمالك اتظلم في الوقت الفلاني، انما انا اقول لك بكل صراحه ملهاش اي لازمه ولا اي داعي ان انا دلوقتي اتكلم اقول ايه ان لقب النادي الافريقي خلاص ماتت. انت لما بتتكلم في حته الظلم والكلام ده انت بتدي للعيب بتاعك عذر ان هو يتغلب. ما هي دي اللي بقول عليها. اكسكيوز يا عم، اسهل حاجه ده احنا نادي مظلومين وبتاع. لا. فلازم الزمالك الناس تبطل قصه نغمه الظلم والمؤامره وان انا مظلوم وان انا كذا وبتاع. على فكره لان اسهل حاجه ان اطلع اول واحد زملكاوي اول واحد متربي في نادي الزمالك وزملكاوي يقول النقطه دي. يا كابتن ابراهيم، اسهل حاجه ان انت تمشي على الوتيره دي لان هي دي الوتيره اللي الناس عايز تسمعها، وهي دي اللي سهل ان انت تريحهم. اصعب وتريحهم. لان اصعب حاجه ان انا امشي بقى ضدكم كلكم. انتوا دلوقتي بتقولوا ان ظلم، ما فيش ظلم، نادي الزمالك ما اتظلمش. نادي الزمالك ما اتظلم، ما فيش ظلم، خلاص وقف الكلام ده واشتغل على مشاكلك. والله هذا الحوار بيلخص وبيدعم كل كلمه قلناها، يعني احنا هنا مش بنتجرأ على حد ولا بنجافي الحقائق ولا بنجادل من باب المجادله، ولكن حتى الكابتن ابراهيم قال له ده انت اول واحد زملكاوي يقول هذا الكلام. قال له ما احنا لازم نقول هذا الكلام لان دي الحقيقه، واحنا كده ماشيين عكس التيار لان كل الناس بتروح تتملق الجماهير وتقول الكلام. هو الاهلي. الكلام اللي الناس عايزه تسمعه، بس مش ده اللي هيعالج ومش ده اللي هيصحح، وهو ده اللي احنا بنقوله. هو ده اللي احنا بنقوله. يعني انت تتكلم في التسويق يقول لك اشمعنى يا جماعه، قيم تسويقيه من زمان جدا. وعلى فكرة لو عملنا كل جملة من دي حلقة هنقدر نغطي لكم كل شيء بالمستندات، واحنا ناقشنا في أجزاء كثيرة هذه الأمور، سواء التحكيم ونادي الدولة هو مين اللي بيدفع له غراماته، هو مين اللي عليه حوالي 270 مليون جنيه غرامات من الاتحاد الدولي ما بتدفعش. ده نادي الإسماعيلي في أول قضية اتخصم منه 3 نقاط في قضية محلية، صراع بين أطراف محلية، ففي الأطراف الدولية لحد النهاردة الكلام ده ما بيدفعش، وهي كلها أحكام نهائية. مين اللي ساند ومين اللي الدولة ومسؤولينا والمسؤولين في الاتحاد الدولي اللي هم بيساعدوا وبيساندوا، واحنا مرحبين بهذا على فكرة. لا بنقول اشمعنى لأن احنا ما بنعملش، يعني احنا على فكرة شادي عيسى قال جملة بس أنا مش عايز أكررها على كسر الأحكام اللي بتتقال أو بيتخذ الاتحاد الدولي. يعني كان ممكن نجيبها بس احنا مش عايزين نجيبها. فيا جماعة احنا مش عايزين ننكأ جروح كتيرة جدا، ما تضطرناش بقى ان احنا تتمادوا عشان هنرد، يعني هنضطر الرد، امال هنعمل ايه يعني؟
فالكلام اللي قاله ميدو ده والله العظيم ثلاثة هي الروشتة اللي أنا يعني أرجو ألا يؤخذ بها.